بالنسبة لقضايا الطب البيطري، أهم قضية تشغل بال الأطباء البيطريين هي قضية توفير فرص عمل. يعني لما يكون في 80,000 طبيب، وكل اللي بيشتغلوا في المجال الحكومي حوالي لا يزيد عن 7,000 طبيب، يبقى احنا في كارثة بالنسبة للطب البيطري. لما بنقول عايزين توفير فرص عمل للطب البيطري، ده مش مطلب فئوي، ده مطلب ملح للحفاظ على الثروة الحيوانية. والفكرة الموجودة ان احنا في فرص كتير، ان احنا نوجد فرص عمل بدون ما يتحمل الدولة اي اعباء مالية. الدولة ما بتعينش ومفيش تعيين ولا تكليف، لكن في يعني خطوات ومجالات لفتح فرص عمل للأطباء البيطريين بدون ما نحمل أعباء على موازنة الدولة. من ضمن هذه الروافد للموضوع ده تفعيل القرارات الخاصة بضرورة وجود طبيب بيطري في المزارع الموجودة. عندنا كم مزرعة لازم يتحط داتا للموضوع دوت، لو في قرارات للتنفيذية للموضوع ده. والهدف مش منها زي ما قلنا مش هدف تشغيل الأطباء البيطريين، الهدف اللي هو الأساسي الحفاظ على الثروة الحيوانية. لو في مزارع موجودة بدون طبيب بيطري، لازم نحسبها الخسارة قد إيه على المربي، اللي بالتبعية هتخسر وهتقلل من الناتج القومي قد إيه. هو دكتور دلوقتي يعني عشان خاطر ايه نبقى منظمين او محددين، حضرتك كده دخلت في اول قضيه اللي من هي قضايا الطب البيطري، وهي عدم كفايه الاطباء البيطريين تمام اللي موجودين على راس العمل على مستوى الطب البيطري، سواء في مجالات الثروه الحيوانيه او الداجنه او الاشراف على المزارع او في جميع المجالات، نظرا لان معظم الاطباء عدم وجود تعيين تعيينات او الفتره اللي تكليف. فاتت، تعيينات او مسابقات او كده، ومعظم الاطباء البيطريين خلال ال10 سنين اللي فاتوا طلعوا معاشات، فابتدى وجود قله من الاطباء البيطريين عليهم كل الاعمال، فبالتالي مش كل الاعمال هتتعمل على كفاءه، فبالتالي هيبقى في تقصير في الصحه بتاعت المواطن عن التقصير في الطب البيطري. تمام. فحضرتك دلوقتي اتنقلنا للحلول، يعني حضرتك دلوقتي بتطرح معانا حل من الحلول، تمام. واخد بالك؟ عاوزين نعرف من حضرتك كام حل، يعني الحل الاول اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي جزء هو من الحلول. تطبيق الاشراف على المزارع، كل المزارع الدواجن على والمواشي والثروه السمكيه يبقى فيهم اشراف بيطري متواجد.